صوتك يا صوتي يعلى فوقك وفوق اللي مشغلك واللي انت اللي ممكن ما بيصرف تشوب عليك. ممكن ما تشوبر بديك يا صلوا على النبي في التعليقات، كل اخواتي صلوا على النبي في التعليقات، صلوا على النبي. يا صلاة النبي، 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 اللهم صل على طيب الحبيب. احترم احترموا النبي وبلاش تتوسخ علينا، احترم النبي وبلاش تتوسخ علي. صلى على حضرة جمال النبي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، صلوا عليه، صلوا عليه، اقصفوه، اقصفوه، صهيوني. حمودي انت اسمك ايه يا ابني؟ عم اسمك ايه انا يا ابني؟ عمك، اسمك ايه يا عمنا يا عم العالم؟ انت اسمك ايه؟ اسم عمك، قول لي يا عمي. اقول لك عمو حما راضي حبيب قلب، قول لي يا عمي. يا عم عمي عمي، اي عايزك بقى طول الجولة قول لي يا عمي. يلا أعطاك الإيمان ابن قطر. أنت بدها ليه يا جد عمي؟ يا اسمي أنت بدها، عمك، أنا عمك، أنت بدها ليه منصورة يا والبالمنوفية يا أنا عمك، أنا من سيني. من سينا، برافو، من سيني، من أرض الأبطال، أرض الأبعار، الأبطال، 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 فكرت الأبقار. لا الابطال يا كلب، الابقار ده عندكم انتوا، بتتربطوا في العج في من خيلاتكم كده، زي انت ما انت مربوط، شوف انت مربوط اهو، اللي في رقبتك ده رابطه، هم رابطينك عشانك عجل، انت عجل. زيك انت منيح؟ احسن منك. برافو برافو. الظاهر عندك حصر بالبول، روح شخ بتواليت وارجع تتكلم كويس. لا ده انا ما بشخش في البواليت، ده انا اشخ في حنكك. افتح حنكك كده، افتح حنكك. منسوب البول طالع لراسك حبيبي، روح شخ. هطرطر عليك لو فتحت حنكك، هطرطر عليك. شو يعني اطرطر؟ شو يعني اطرطر؟ يعني اتصير في حنكك. حرام كذا، اخلاق الدين ما تقول كذا، اخلاق دينكم. وانت اخلاق دي، انت لك دي عندك دي؟ لا لا، اطرطر بحلقك غير الانبياء، عندك النبي اللي تفتخر فيه ما بيقول كذا. عندك دي؟ عندي. عندك دين؟ عندي دين. بتعمله كل سنه؟ بتجدده كل سنه؟ يا ابني يا ابني، لازم تحترم نفسك وتحترم دينك يا قلت ابني. لك عمك، عمك. طيب ماشي ماشي، انت تقول افتخر بديني، طيب ليش اخلاقك زبالة؟ سؤال بس، هذا سؤال. عشانك زبالي. ما هو لا. من يحترم، لا. بص لا. بص لا. يا لا. بص يا تفهيم، من يحترم يحترم ومن لا يحترم لا يحترم، وانت مش محترم، فعشان كده لازم اعمل فيك كده. يعني انا اذا كنت مسيحي او يهودي غير محترم يعني؟ هو انت مسيحي ولا يهودي؟ اي انت مسيحي ولا يهودي؟ لا لحظة 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 لحظة، يعني الواحد إذا كان من ديانة أخرى يعني يبقى مش محترم؟ ليه بنظركم مش محترم؟ أنت ديانتك أنا ديانتي يهودي. طب أنت يهودي طلع معايا لا؟ ها؟ طلع معايا لا؟ ما بعرف، أنت ابن وسخة ضليت، شو خصني أنا؟ وأنت ابن مرة وسخة برضو ضليت. هو أنت يعني نضيف؟ ده أنت عفش، ده أنت بتغسلش طيزك قبل من بعد ما تشخ. يا اوسخ خلقه، يا اوسخ خلقه. حرام عليك يا عم، دينك ما بيقول كده. انت مالك ومال دين يالا؟ مالك ومال دين يالا؟ انت بتدخلني في الدين ليه يالا؟ لا لا، دينك يقول انه لازم تحترم نفسك. ولا ما تجيبش سر الدين على لسانك يا كلب. تصمت. دينك تصمت. ما بيقول كده دينك. تصمت. تصمت. ألا يردعك الدين؟ ألا يردعك دينك؟ تصمت.
تصمت يا ابو شخه عفش اللي ما بتستنجاش تصمت. انت اخوان مسلمين صح؟ بعرت الاخوان براسك ريحتك خايبه. اخوان مسلمين انت اخوان جهاد. قول لي اخر مره غسلت فيها امتي؟ اخر مره غسلت فيها طيزك كانت امتي؟ يعني دماغك ما يشتغل الا تطمن عن طيزي؟ ايوه ما هي دي اللي انا بحط فيها على طول. لو ما جيت شهر مش هحط فيها. لا 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 هاي اخلاق دينك ابو، شوف هاد دينهم ترى، هاي اخلاقهم خطيه حرام، هاي اخلاق دينهم. يا ابني من يحترم يحترم، انت بتحترمش نفسك، انت قليل الذوق قليل الرباية، تعرفش حاجه. صلي على النبي يا ابني، صلي على النبي. الصلاة وافضل الصلاة والسلام. بلاش تشتم بالآخرين يا ابني. أنا شتمتك يا له؟ ما قلت لي أطرطر بدماغك؟ أيوة أطرطر بدماغك وبوشك كمان. طيب هذا قلة أدب، هذه قلة أدب. صبر بالله عليك يا صبر، عشان ده هو رجل ده هو رجل ملحد. ملحد ملحد، عايزين نعرفه اللي احنا مسلمين، اللي احنا قلبنا جايبني لأي حاجة وما بنخافوش من أي حاجة. عم تضرب وأنا حشيشة. أصوم أصوم. عم تضرب حشيشة يا له. وأفطر على دي. أنت قلب الحشيشة يا له. يعني أنا أصوم 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 وأفطر على واحد ما بيغسلش طيزه. بالمنديل. كله بالمنديل. والله العظيم فلسطين تتشال في العين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم. مالك يا سجا انت زعلان كده؟ لا زعلان كده لا يا سيدي، زعلان ليه يا حبيبي؟ منديل اللي احسن من ثلاث حجر. لا احنا بنجيبه مية، عندنا مية، الرسول علمنا في المية نستنجب المية. يعني الياباني اليوم بس يروح على الحمام بده يسأل أمك شلون يغسل مثلا؟ الياباني بده يسأل. أنظف من المنديل برضو يعني، في شيء عندكم خايب. الياباني بده يسأل الإخوان المسلمين خايب يغسل. الياباني بده يسأل الإخوان المسلمين شلون يغسل طيزه مثلا؟ اليوم الياباني بده يرجع عمهم السنة للسنة. يعني الياباني بده يسأل أمك شلون يتغسل مثلا؟ تعرفوش كده؟ تعرفوش اللي انتوا بتستحموا من السنه للسنه؟ روح عند الراجل بتاعك يا مرات الاسد. روح عند الراجل بتاعك. روح عند الراجل بتاعك يا مرات الاسد. روح روح يا 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 لبوي. روح ناخذ غيره. هذا الولد خلاص ما عنده حوار، هذا بسمه سبات اخلاق الدين.